يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. من يوم بدا عالم مارفل السينمائي قبل اكثر من 10 سنوات، عودتنا مارفل انها كل فتره كذا تسوي لنا صدمه، خلينا نقول ايش ذا يا مارفل. في فيديو اليوم راح اشارك معاكم اكثر لحظات صادمه في عالم مارفل من وجهه نظري، ومو شرط تكون صدمه او ماي جاد ايش اللي صار. لا عادي، ممكن تكون صدمه حلوه واو يا العلم الحماس، ممكن تكون صدمه حزينه ليه يا مارفل، ممكن تكون صدمه كذا من ابو ايش اللي صار. هي كثيرة الصدمات للأمانة في عالم مارفل السينمائي، مليان صدمات ومليان مفاجآت ومليان أحداث كذا تحصل بشكل غير متوقع، ولكن بالنسبة لفيديو اليوم اخترت لكم ايش أكثر الصدمات يعني اللي أفتكرها كذا واللي ايش فعلا معششة في دماغي. في حال انك ما تابعت افلام مارفل الى الان، احب اقول لك حاجتين. واحد، روح تابع افلام عالم مارفل السينمائي لانه قدامك متعم الله بها عليم، وراح اترك لك في صندوق الوصف التسلسل الخاص بأعمال مارفل كلها من الأفلام والمسلسلات، فلا تفوتك صراحة تجربة خيال. اثنين، لا تكمل هذا الفيديو لأنه راح أحرق عليك أهم أحداث حصلت في عالم مارفل، فاضغط لايك والله يستر علينا وعليك يا حبيبي. أما البقية اربطوا لي حزامكم يا جماعة، وتأكدوا أنكم مشتركين في القناة ومفعلين جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديوهاتي أول بأول وزي كذا. تعالوا تابعوني على سناب شات وإنستغرام وتويتر كلها بنفس الاسم، وراح أحط لكم إياه هنا ولا هنا ولا هنا، إيه بيظهر لكم في إيش في مكان ما من هذا الفيديو. غير كذا يلا بينا نتكلم عن أكثر لحظات انصدمنا فيها في عالم مارفل السينمائي، أو انصدمت فيها أنا شخصياً. قبل ما نبدأ يا جماعة، في حاجة لازم تحطوها في بالكم، الصدمات هذه أو المفاجآت هذه تمثل متابعين عالم مارفل السينمائي، قارئين الكوميك واللي عندهم ممكن كذا إيش نظرة إيش ممكن يصير في مستقبل أعمال مارفل، ما أتوقع إنه ذي تشكل صدمات بالنسبة لهم، مش بشكل كامل، ممكن بعضها كانت صدمات وبعضها كانوا متوقعينها بحكم إنه في أحداث كثيرة في عالم مارفل اقتبست من الكوميك، ولكن أتكلم عن الصدمات هذه بالنسبة للناس اللي أمثالي اللي تعرفوا على مارفل من خلال أفلام مارفل ولا شيء سوى افلام مارفل. بنبدا بالصدمات البسيطه وحبه حبه ايش لين نوصل للبقعه الكبيره. الصدمه الاولى في عالم مارفل تقريبا بالنسبه لي كانت وفاه كويك سيلفر اللي هو اخو واندا او اخو سكارليت ويتش، واحده من اكثر الصدمات الغير متوقعه تقريبا على الاقل بالنسبه لي. يعني كذا شفنا شخصيه فله رهيبه، الممثل مره عنده كاريزما كذا رهيبه، وقاعد يتكلم بالاكسنت الروسي وسريع وقوته مره رهيبه، كلنا نعرف قوه كويك سيلفر، ويمكن عرفناها من قبل ما نشوفها في عالم مارفل لما شفناها في اكس مان. المهم انه ايش انبسطنا كذا على الشخصيه وحبيناها، وكان كذا ظهورها مره لطيف وظريف، ولكن فجاه وبدون سابق انذار مارفل قالت يو نو وات، لازم تموت يا كويك سيلفر. ليه؟ ترى مره يعني قوته مفيده، يعني تخيل انه كان موجود في وقت معركه ثانوس واستخدم كذا حركه سريعه ولا سلو موشن، الحركات ذيك حق كويك سيلفر. واللي كمان خلى الموضوع يصدمنا اكثر هو انه ما تعودنا على مارفل انهم يقتلوا شخصيات كذا يعني ايش عندها قوه خارقه ببساطه، ولكن تمت التضحيه فيه بكل بساطه وفي مشهد جدا جدا حزين ومؤثر، واللي مستقبلا وفاته كان لها دور كبير جدا في تأسيس قصة واندا وشحنها بطاقة الغضب المناسبة اللي خدمت شخصيتها حاليا وفي مسلسلها. الصدمة الثانية، ممكن البعض منكم يشوف انه هذه الصدمة ما هي صدمة ولا هي مفاجأة، بس كذا حركة ايش كذا ما حد كان متوقع، عارفين من جد ذا ايش اللي قاعد يصير. في ناس حكموا عليها انها حركه بايخه وانها قللت من قيمه الفيلم بدل ما تزيد له قيمه، وانا صراحه اشوف انها حركه كانت مبالغ فيها شويه، بس مشي الحال وكانت شويه ظريفه يعني مش مره ظريفه. اوكي بقول لكم خلاص، انا قاعد اشرح وما قلت لكم ايش هي الهرجه. في فيلم جاردن اوف ذا جالاكسي الاول لما كان ستار لورد في مواجهه رونن، خلاص كذا البقعه الاخيره عارفين فاينل بوس وينتهي الفيلم بعدها، فجاه قرر ستار لورد انه يرقص. صدقني هذا أسوأ وقت ممكن ترقص فيه، واتوقع هذه الفكرة اللي خدمت المشهد انه مرة مو وقت رقص، ايش قاعد تسوي؟ كان قاعد يخلق تشتيت لرونن، بس للأمانة اوكي المشهد شوية ضعيف كذا وغبي، بس انه برضو كان ايش اسلوب تشتيت ذكي لحد ما، وما ادري ليه
ما ادري ليه احس انه هذه الفكره بالتحديد فكره جيمس جان كذا. المخرج هذا يحب السماجه المبالغ فيها، عارفين سماجه 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 سماجه. جيمس جان للامانه يا جماعه لو انحط بين يده سيناريو يكتبه كامل وقصه كامله لفيلم جاردن اوف ذا جالاكسي لحاله، اتوقع انكم بتشوفوا فيلم مليان سماجه واستهبال مال ام ولازمه زيه زي سوسايد سكواد. بس الحمد لله انه مش لحاله اللي قاعد يكتب، الحمد لله انه تحت رايه مارفل. الصدمه الثالثه، باكي هو جندي الشتاء. كل اللي نعرفه عن باكي احنا كمتابعين عالم مارفل انه مات من 90 سنة ايام الحرب العالمية مع هتلر ومع الدنيا ومع الحوسة حق النازية، طاح ومات وانتهى، وتوقعنا انه خلاص ما عاد بنشوفه. اوكي هو صديق ستيف روجرز او صديق كابتن امريكا، بس ما كنا متوقعين انه راح نشوفه مرة ثانية. لا تقولوا لي انها ما كانت صدمة لما طاح القناع وشفنا انه هذا باكي. هاي هذا وجهه مو غريب، اوه صاحب كابتن امريكا، ايوه هو صاحب كابتن امريكا. طيب ليش صار شرير؟ وايش بو قاعد يضارب صديقه كابتن امريكا؟ ايش اللي صاير؟ فكره انه باكي هو جندي الشتاء هذه صدمه. الصدمه الثانيه، كيف ما زال عايش بعد 90 سنه؟ يعني لو ما انه جندي خارق يعني يفترض انه مره عجوز، هذه صدمه ثانيه. باكي يرجع ويقاتل كابتن امريكا؟ لا، وكمان ما زال شباب، ما صار في شيء. احي الصدمه. والصدمه الثانيه برضو لبكي لما اكتشفنا انه اللي قتل ام واب ايرون مان هو جندي الشتاء. يا نهار ازرق، متى قتلهم؟ زمان. يا الله، والله ما هي بالنسبه لي صراحه صدمه صدمه صدمه، صدمتين، صدمه انه باكي هو جندي الشتاء، وصدمه انه باكي هو اللي قتل ام واب توني ستارك، وقتله كانت جدا وحشيه. الصدمه الرابعه، جالسين نتابع فيلم سبايدر مان فار فروم هوم ومستانسين، صح انه ما كان من افضل افلام سبايدر مان، بس يلا فيلم ضمن عالم مارفل السينمائي لازم نتابعه. الله احنا ارتبطنا في سلسله طويله ويمكن ما عاد تنتهي. والفيلم برضو كان فيه مجموعه اسماء كبيره زي جي كيلن هال، وقدم شخصيه ميستيريو وبيتر باركر ونيك فيوري وماني عارف مين. لو كمان كان في شويه من ريحه توني ستارك لما جاب النظارة له هابي. المهم انه ايش فيلم يعني كويس، في شله حلوه كانت في الفيلم. المهم اول الفيلم واحنا قاعدين نشوف نيك فيوري نيك فيوري نيك فيوري، وقاعد يسوي ويعطي تعليمات ويوجه بيتر باركر، وافعل هكذا ولا تسوي هكذا وسوي كذا ولا تسوي كذا. في نهايه الفيلم اكتشفنا انه نيك فيوري اللي قاعدين نشوفه طول الفيلم مش نيك فيوري، ما هو الا مخلوق من الكرول، المخلوقات الفضائيه ذيك اللي يتحولوا. كيف؟ ليش كذا يا مارفل؟ وهذه ما كانت الصدمه لحالها، كيف الصدمه انه نيك فيوري ما هو نيك فيوري، مجرد مخلوق فضائي ماخذ شكل نيك فيوري اللي هم مخلوقات الكرول، كرول هم ولا كرال ولا كارل، المهم اللي هيبه. الصدمة الثانية انه طلع نيك فيوري عنده سلطة على هذه المخلوقات، حطهم في الجيب، اقول لك خذ شكلي وروح خلص شغلي ماني فاضي والله، بيتر باركر ما عنده الا شوية مهام بيض زي وجهه، روحوا خلصوا لي الشغل. كمان يعني الفيلم كان فيه صدمة يمكن كنا متوقعينها تقريبا، اللي هي فكرة انه ميستيريو اوه ما هو طيب شرير، اتوقع انه معظمنا كان عارف انه لابد ما يكون في عنصر شرير في هذا الفيلم بطريقة ما، فيب كان هو ميستيريو وما انصدمنا كثير لأنه كان شيء قابل للتوقع كذا، ما أدري في شيء كذا واضح في ملامح جاي كيلون هال انه ذا الآدمي وراه بقعة، ميستيريو ذا وراه مصيبة، بس ما هو زي صدمة نيك فيوري لما طلع هو كرول مدري كارول مدري كرول المخلوقات الخضراء هذه. الصدمة الخامسة، اوه يا الصدمة هذه حلوة وتجلط في نفس الوقت، عارفين كذا صدمة حلوة وتجلط في نفس الوقت. فاكرين فيلم ايج اوف الترون؟ يب. فاكرين كيف صنعوا فيجن وكيف حطوا فيه حجر العقل وقام كذا وجلس يدور ويتلفت ويتساءل عن سبب وجوده ومن اين اتينا ومن ذا الكلام؟ يب المشهد ذاك مرة حلو. قبل هذا المشهد كانوا متجمعين الافينجرز وكل واحد يقول يلا انا بحاول اشيل مطرقة ثور وما حد قدر يشيلها، كابتن امريكا زحزحها شوية كذا يا دوبك ما حد كان يقدر يشيلها، وثور مرة شالها كذا هذا يو ار نوت وورثي، ما حد يقدر يشيل المطرقة هذه الا ثور. الصدمة والصدمة الرهيبة واللي تجلط نفس الوقت زي ما قلت لكم لما جاء فيجن وشال مطرقة ثور وقال له تفضل سمط عمرك. اوه يا صدمة والله كانت لقطة رهيبة ومضحكة، والصدمة اصلا اللي كانت على وجه ثور لحالها تكفي، طالع في وجه ثور ياب. هذه الصدمة اللي كلنا ايش اتعرضنا لها. طبعا في ناس كثير سألوا ليش فيجن يشيل مطرقة ثور كذا فجأة من دون اي اسباب، دوب ما عمره الا 15 او 30 ثانية، عنده حجر من الاحجار السماوية في جبهته بتوقف عليه مطرقة ثور، اشتعل وجهك انتو يا. الصدمة السادسة، متحمسين وجالسين نتابع حراس المجرة الجزء الثاني وكل شيء تمام، وفجأة تعرفنا على ابو كويل.
والله يا ولد ابو كويل اللي هو ابو ستار لورد والله رجال طيب وحبيب وكذا، شخصيه واضح انه ايش معضل وراح ينقذ العالم من اي شر قادم، وبمجرد ما شفناه كذا ارتسمت لنا صور كثيره في مخيلاتنا عن مستقبل هذا الاب مع ابنه. ولكن فجاه انصدمنا صدمتين في الاب هذا. الصدمه الاولى اكتشفنا انه ابو ستار لورد عباره عن كوكب. يب كوكب، كيف ما ادري، ابو ستار لورد عباره عن كوكب، لا وكمان هو من السليستيلز اللي ظهروا في فيلم اترنالز، المؤسسين الكبار ذوليك. يب ابو كويل طلع واحد منهم. والصدمه الثانيه اللي صدمت ام عيشه ستار لورد وصدمتنا معاه، انه طلع هذا الاب الكوكب السليستيلز هو اللي خلى ام كويل تموت بمرض السرطان. كانت وظيفته اصلا انه يروح يزرع اطفاله في كل مكان من هذا الكون. دايم ايش السليستيلز ذول اللي ما هم شايفين احد، ما هم شايفين احد، كوكب بكبره راح يضاجع بشريه ضعيفه الله. ايش في يا مدير؟ الصدمه السابعه، اصلا شوفوا يا جماعه فيلم اند جيم وانفينيتي وور مليانين صدمات، صدمات الين تدوخ، لو اقعد اعدل لك الصدمات الحين ما بنخلص. في بداية فيلم انفينيتي وور مات لوكي، وبعدين مات هاميدال، هولك تلطش واندعس على بطنه بواسطة ثانوس لدرجة انه رفض انه يخرج مرة ثانية، وثور لما قطع راس ثانوس في بداية الفيلم في فيلم اند جيم، ظهور كابتن مارفل وتدميرها لسفينة ثانوس، تطور فيجن المرعب واللي حوله الى بشري بنسبة تقريبا 99%، ما عاد بقي فيه شيء لو هو بشري، عودة باكي بذراعه المقطوعة ولكن بذراع جديدة من واكاندا، تطور بدلة توني ستارك بالنانو تيك والاشياء الغريبة والعجيبة هذيك، ومعاه سبايدر مان كمان، تخلي دكتور سترينج عن حجر الزمن وراح اعطاه ثانوس بكل بساطة، تضحية ناتاشا بروحها علشان ياخذ هوكاي حجر الروح، تحول هولك من مجرد هولك الى سمارت هولك كذا هولك عاقل، تحول ثور الى كومة من الشحوم والدهون ومطرقة الجديدة، حوسة كثيرة صارت ومفاجآت كثير في فيلم انفينيتي وور واند جيم. ولكن شايفين الصدمات دي اللي قلتها كلها بطريقة فوضوية جدا، شايفين الصدمات هذه كلها وغيرها من الصدمات اللي حصلت في فيلم انفينيتي وور واند جيم، خلوها على جنب. الصدمة الحقيقية اللي صارت في فيلم اند جيم لما كابتن امريكا شال مطرقة ثور وضرب فيها ثانوس، لا واستدعى الرعد وبرق وصارت فوضى ما بعدها فوضى. مش انا الوحيد اللي كنت اصيح في السينما، بس متأكد انه كل شخص في ذيك اللحظة انصدم صدمة ما بعدها صدمة. هلا 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 صح النوم يا قمر، هلا 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 كيف حالك؟ طيبة؟ خلص تصوير واجيك. اوكي كان صور هنا الكاميرا. اوكي يلا هيروح يغسل وجهك فرج اسنانك وقفل الباب. وين وصلنا؟ يب اللحظة هذيك اللي كابتن امريكا شال مطرقة الثور ولطش فيها ثانوس، كانت لحظة عظيمة وصدمة بنت 66 كل. يا لها من لحظة تاريخية، يا لها من لحظة مستحيل انسى كمية الحماس اللي صارت وقتها. ديم لا، وفي مرحلة ما وهم يتضاربون مع جيش ثانوس كان هو وثور يتبادلون المطارق، خذ هذه واعطيني هذه، لا خذ الكبيرة واعطيني الصغيرة، لا خذ الكبيرة هتصعد. يا اخي كان حماس، فيلم اند جيم كان مليان لحظات حماسية يا اخي. الصدمة الثامنة والاخيرة برضو كانت في فيلم اند جيم، ولكن خليتها الاخر شيء لانها لحظة جدا حزينة وخلتنا صراحة يعني نذرف الكثير من الدموع. على الرغم من انه ناتاشا ماتت وكانت صدمة اوكي، بس ما ادري ليش كان عندنا امل انها بترجع بطريقة ما، ما ادري كذا موتها ما كان صدمة مرة بالنسبة لي، ما كان صدمة يعني حسيت انه اوكي. ولكن الصدمة واللي ما بعدها صدمة اللي صارت في نهاية فيلم اند جيم هي لحظة موت توني ستارك وقتله او تدميره او تحويله الى جيش ثانوس وكل شخص جاء من زمن ثاني الى رماد. اي نعم كانت لحظة حزينة جدا وكانت حركة يعني جريئة جدا برضو من مارفل انها تضحي بواحدة من اكثر الشخصيات المحبوبة اذا لم تكن اكثر شخصية محبوبة، شخصية ايرون مان. ولكن برضو لو تجوا كذا من منظور ثاني، ترى مارفل كان لابد من انها تضحي بشخصية كبيرة في سبيل انقاذ العالم علشان يعطوا فعلا قيمة لفيلم اند جيم. واتوقع واحدة من اكثر الاشياء اللي اعطت قيمة قوية لفيلم اند جيم هو تضحية توني ستارك بأحجار الزمن والأشياء اللي سواها. مستعان مرحوم يا توني ستارك، إن شاء الله نشوفك في العوالم الموازية إن شاء الله. ما راح نختم الفيديو للأمانة،
ولكن في كمان صدمات جاتنا كذا جديدة مع فيلم نو واي هوم والأفلام الجديدة اللي جاية. ففي حال إنك ما تابعت فيلم نو واي هوم، أحب أقول لك خلاص يكفي لين هنا، قفل الفيديو وروح الله يعطيك العافية، بس حط لايك يعني على طريقك وشارك في القناة وتأكد من الحركات هذه. 1 2 3 يفترض إنكم طلعتوا اللي ما شافوا فيلم نو واي هوم. أوكي أوكي، حننسى ولا كيف يا جماعة؟ أفضل صدمتين قدمتها لنا مارفل في فيلم نو واي هوم لحظة ظهور توبي ماجواير as سبايدر مان ولحظة ظهور أندرو غارفيلد as سبايدر مان. أنا مرة انبسطت في ظهور توبي ماجواير جدا، بس لحظة ظهور أندرو غارفيلد الله يجلس تصيح في السينما، والله يجلس تصيح صياح. أندرو الصراحة هذه من أروع الصدمات والحاجات أو المفاجآت اللي سواها مارفل في فيلم نو واي هوم. أندرو غارفيلد توبي ماجواير از سبايدر مان وثلاثة سبايدر مان. الصدمة الأخيرة برضو اللي صارت أو المفاجأة الكبيرة اللي صارت في فيلم نو واي هوم، لما بيتر باركر اللي هو توم هولند في نهاية الفيلم قرر إنه خلاص لازم أخلي كل شخص يعرفني ينساني تماما. زبدة الكلام، كل العالم بما فيهم ام جي، بما فيهم هابي، بما فيهم دكتور سترينج، بما فيهم اي شخص راح ينسوا سبايدر مان تماما وما يعرفون مين هو. يمكن انت متوقع حجم الصدمة صح، بس فكر فيها مرة ثانية. بيتر باركر اللي سافر الى الفضاء وقاتل ثانوس وراح واختفى وطلع ونزل وكون علاقات مع الافينجرز، فجأة كل هذاك اللي سواه بيروح طي النسيان وما حد بيعرفه بعد كذا الا انه سبايدر مان. مين تحت هذاك القناع؟ مين هو سبايدر مان؟ ما حد يعرف. هل شارك معانا اصل قبل كذا؟ يمكن كمان ينسون انه موجود اصلا ويتفاجئون بعدين بوجوده من جديد، انه اوه في واحد اسمه سبايدر مان. ديام ديام يا الصدمة، استوعبت قديش مرة صدمة؟ تقهر. وختاما يا جماعة، شايفين الصدمات الكثيرة ذي اللي قلتها ولي طول الفيديو، اللي بعضها مفاجآت وبعضها صدمات وبعضها اشياء غريبة وبعضها اشياء تعيسة وبعضها اشياء حلوة؟ احب اقول لكم انه فيلم دكتور سترينج وفيلم ثور القادم راح يضيفوا لهذه القائمة صدمات جديدة جدا، وبالتحديد فيلم دكتور سترينج. شوفوا احنا اوريدي شفنا 3 دكتور سترينج، 1 2 3. عندنا اول واحد منهم اللي هو مسوي تسريحة كذا غريبة اللي اسمه ديفندر سترينج، وعندنا الثاني سوبريم سترينج اللي هو النسخة الشريرة، وكمان عندنا دكتور سترينج الحالي. هذه 3 صدمات او صدمتين جديدة، ما بالكم بما هو قادم؟ ايش بيصير جوة الفيلم؟ تخيلوا لو طلع فعلا في وولفرين، تخيلوا لو طلع فعلا في ايرون مان، تخيلوا كمية الصدمات اللي بتجي في هذا الفيلم كونه اصلا جوة العوالم الموازية. بعد ما يخلص فيلم دكتور سترينج ونجمع كمية صدمات، تعال فيلم ثور، ايش فيه من صدمات جاية في فيلم ثور؟ كل اللي نعرفه الحين انه حبيبة ثور بتصير هي ثور. شلون؟ ازاي؟ هاو؟ ما ندري، بس بتصير هي ثور. والله انا زيك مش عارف صراحة. فاللي بحب اقوله لكم انه ايش، استعدوا لصدمات قادمة في عالم مارفل كثيرة في افلامهم ومسلسلاتهم. وبس والله يا جماعة، شاركوني اكثر الصدمات اللي تعرضتوا لها داخل عالم مارفل السينمائي في التعليقات، ولو في اشياء كثيرة وفعلا نسيتها انا ممكن نسوي جزء ثاني، ترى عادي يعني ايش ورانا. اذا عجبكم الفيديو اعطوه لايك، واذا عجبتكم القناة وما كنتم مشتركين اشتركوا يا جماعة، وتعالوا تابعوني على سناب شات، تويتر، انستغرام، كلها بنفس الاسم. الله يعطيكم العافية على المشاهدة، كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.